وازيكم؟ ده انا منيت تمام. النهارده تخشنا في 22. لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب واعمل لايك وفعل زر الجرس ولا كده فيديو جديد ولا اسبق على الفيديو عشان نتابع. احنا عايزين نعدل بدل ما نعمله منتخب مصر نعمله، لو شايف حكايه تعدل خلاص عايزين نعدله طبعا عشان كده مش عارف اخش المنتخب اللي هنا اصلا مصر مش موجوده في 22. طب خلاص بقى نعدي في الجزمة وخليها بتاعت جسمة الحكومة كيف؟ برشلونة حلو، احنا بقى ايه عايزين برضه ايه نجيب ماتش برشلونة معاهم. تعالى نعمل كويك سيت ده منلعبوش رد الرزاق كويس. احنا كسبانين 3-1 كويس، جبت هدف 4-2 حلو حلو حلو. ليه كده؟ طيب ليه كده؟ احنا ماشيين كويس الأول عادي عادي. احنا المركز الأول ولا المركز الكام ولا ايه؟ اه كويس، المركز التاني فرق أربعة. ماشي يا عم، بس أنا لما لعب على دورتموند فيري هخش نلعب الماتش ده برضه عشان ايه ندمي فوز فيري ولا نلعين. طلع 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 يلا 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 اهو اهو حلو يلا لم لمتين حلوة اهو 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 حلو. عرضية 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 يا سنتو يا اخي، عرضية يا اخي، ايه القرف ده يا اخي؟ كويس، هدف هدف لبريتير يا دين عبد الله، هدف لبريتير يا عم. سنسو أم تستلم عدل يا سنسو أهو أهو ولا ولا بنزيما هلا قربت لك يلا هناك هبتدي الإسلام أهو أهو بس إيه أول شو خدت شوية أبو صايد أهو توني
صور لعب. يلا تاني، يلا بنزيما، يلا بنزيما، يلا توني توني توني، يلا بقى. ولا ده العين، يلا حلوة تاني. هات بقى مرتاح، يا مرتاح. إني كنت فاضي أصلا، كنت عمال ألب خلاص. جون مش أي لبسة فوق. أهو حكام الأسبانيين أهو يلعب. العب يا عم أورتوا. ماشي، كسبنا 4-0 كويس على فيريال. كسبنا 3-2 كويس. هزرت جاب جون يعني، هزرت جاب جون يعني. كده كسبنا فين برشلونة أصلا؟ كسبنا بإذن الله. بس أنت بقى نلعب ضد إسبانيول، ينزلني يوم ما كان مركز واسكت كل الماتش مش هينزلها. كويس كسبنا 3-0. ماشي نلعب بقى ماتش انتر الجاي. يلا يلا يا جدعان، يلا ماتش انتر نلعبه. مش عارف الماتش ده تقريبا، مش عارف ايه كولوكسيما، مش عارف الماتش ده تقريبا. سيبنا تتريح، يا رب اكون متاح في ماتش برشلونة.
برضه يا عم خدني ما اعرفش حصل لي اصابه ولا ما خدنيش مش في الكوره زي ما انا طبعا كويس هو يا عم جيب انت بتعمل ايه برضه مش واخدني في الكوره مش عارف ايه عايزين بقى نشوف لو تريننج أو حاجة سؤال أنشيلوتي ده معرفش فيه إيه نقول لا ما كانش قلت ان احنا نتطور نفسي هما شايف ماتش ماتش برشلونة شايف بقى في اخر ماتش الانتر كده لما كسبنا هنتشارك بقى ماتش ماشي زياد كويس 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 انا لاعب ماتش انتر بقى باذن الله أربعة بقت نار بس أربعة بقت نار خمسة وإحنا ستة وهم مش أخطر أربعة أربعة بقت نار عايزين نروح الصفر وتكسب 76 يلا بقى يا جدعان ربنا يكسب بإذن الله يلا ربنا يكسب اه ضد الإنتر إيطاليا مش ممكن كويس نزلني في الدقيقة 75 الله 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 بس هات يا نهار اسود ايه يا جدعان كل ده ايه مش عارف امي عندي قصدي مش عارف مش عارفين ناخد مين الكورة هزار ده بقى هزار كنت بسيطة قلت اكمل بيها بس بسيط ماشي 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 يتفرسك من سن نص ملعب ولا لا تعيان بس ولا حلو ولا رودريجو يا رودريجو حرام عليك يلا يا رودريجو حط جون ولد يعني مضايق منك بس يا رب عايزين نجيب هدف طيب مش حلو ركز منه يا رودريجو يا رودريجو مش كل حاجة داري يلا ها يلا يا سينسيو يا راجل حرام عليك هاي الواد حد ايه يلا 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 ايه اوفسايد يا عم والله انا اضطر مارتينيز اضطر مارتينيز ماشي اضطر مارتينيز ماشي مارتينيا بس يلا يلا انزل هو النص الفاضي يا راجل بقى انزل يا جماعة
اسيست، اوعى الاسيست مع فم حاجة، الاسيست مع فم حاجة، اوعى يابا، اوعى وكسبنا الحمد لله يا جدعان 3-0، حلو جدا، نايس نايس، راجل نايس، كويس يا جدعان، عملت اسيست اخيرا اخيرا، عملت معي هضرب فاهم، هضرب الزلتان هضرب الزلتان، اخد اللقطة يعني اخد اللقطة. كده بص كده يا جدعان صعب،